طبعا كنبغي نشكر بزاف مهرجان جوهرة على هذه الدعوة وعلى الاستقبال الزوين بزاف، وطبعا كنبغي نشكر الجمهور ديال المدينة الجديدة، الجمهور الجديدي وناس دكالة اللي كان واحد الترحيب كبير وتبارك الله عليهم وكنشكرهم بزاف. ان شاء الله علاش لا، انا ماكرهش نحضر في كل في اي مهرجان في كل الدول في كل المدن المغربية، وعلاش لا الدول العربية ان شاء الله. مي بغيت كل الناس كيبغيوني في مدينه في المغرب نوصل عندهم واخا يكونوا بعاد. ان شاء الله الجديد الفني ديالي غيكون اغنيه بعنوان قلبي تلف من اخراج محمد علي اللي كنشكره بزاف، وكنشكر جو برود اللي هما دريس ومهدي وبشرى ملك، وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجاب الجمهور وتكون في المستوى المطلوب. انا كنصلخ الحولي. لا صراحه انا والله ما كنقدر نشوفه كيتذبح، واكيد طبعا في السنه وفي الدين ديالنا طبعا كنفتخروا به، غير هو ما كنقدرش نشوفه كيتذبح، ولكن كنحاول نكون حادقه داك النهار. يعني ابتسامتك تغسل الكرشه؟ لا الا هادي. الا هادي. يعني انت غير كيتفرج وكياكل داك النهار؟ انا شو انا كنحاول نعاون ماما هكا في داكشي ديال الشقه ديال الدار، وكناكل دوك القطيبات اللي فيهم كبده وبولفاف، ما انا ما كناكلش اللحم بزاف قليل. رساله اخيره للجمهور ديالك ابتسام؟ طبعا عبر اشواقه كنقول لجمهوري تبارك الله عليكم وربي يخليكم ليا، وان شاء الله يا ربي نكون دائما في المستوى اللي هما كيطلبوا ونكون عند حسن ظنهم.